مرحبا. بكل أسبوع عودناكم نكون عم نعمل جولة فنية عربية وعالمية ونقدم آخر أخبار الفنانين، ولكن هذا الأسبوع في ظرف خاص وأمور طرأت على الواقع، في مشاكل عم بتكون بغزة وتقع تحت الاحتلال الصهيوني والضرب الشديد والعنيف، وفي أيضا مشاكل صارت بسوريا وخلتنا كلياتنا نحس بالحزن الشديد بوفاة طبعا كتيبة الأشخاص اللي استشهدوا بالكلية الحربية بحمص، فللأسف بدنا نقدم واجب العزاء دائما ونكون معهم دائما موجودين سواء كنا فنانين أو أشخاص عاديين أو مؤثرين. هاي الحلقة مخصصة لهدول الأشخاص، لكل شخص فقد إنسان غالي عليه ولكل شخص بيدعم قضية الشرفاء قضية فلسطين، ولقاءاتنا الفنية رح بتكون حصرية عن هدول المواضيع. دقايق وحنبلش حلقتنا. ما في اثنين بيقدروا يشككوا بوطنيتها ومواقفها مع بلدها، نجمة مثقفة راقية ومحبة، هي أيقونة من أيقونات الدراما السورية، شاركت بالكثير من الأعمال وحطت بصمة كثير كبيرة فيها. سوزان نجم الدين اسم انحفر بالفن، عاشقة سوريا والياسمين دمشقي، المبادرة الأولى بكل ظرف صعب أو حلو منلاقيها متواجدة لحتى تدعم ولحتى تفرح مع بلدها أو تحزن معه. واليوم وبعد فيضان الأقصى قدمت أغنية بعنوان سلام غزة الأبطال تضامنا مع الشعب الفلسطيني، بالإضافة لحزنة الكبير على شهداء بلدها وخاصة بالحادثة الأخيرة يلي هزت قلوبنا وقلوب السوريين كلهم. سوزان نجم الدين صارت معنا عبر الاتصال لحتى نحكي معها شوي ونشوف رأيها حول الأحداث الأخيرة بفلسطين. مساء الخير سوزان، سعد مساكي. مساء الخير رغد لك ولكل الناس اللي عم تسمعنا، وبدنا نترحم على أرواح الشهداء بسوريا وبفلسطين بكل مكان. آمين يا رب. يعني بادرتي وقدمتي أغنية بهي الظروف الصعبة لحتى تكوني جنب الناس اللي بتحبك، جنب الناس اللي أنت بتأسري فيهم، جنب الناس اللي بتسمعك، وجنب أهالي الضحايا يلي داقوا الوجع وحسوا فيه. اليوم قدرتي توصلي رسالة سوزان، كيف اجت الفكرة ومن وين بلشتي وشو خطر لك حتى تقدري تكوني قريبة هالقد من الناس؟ والله يعني تعرفي قضية فلسطينية قضية كل يعني قضيتنا كلنا على طول الزمان يعني، فأنا كنت عاملة هالأغنية بال 2009 بالأحداث الأولى تبع غزة، وكنت عاملة وقتها مسرحية في بيتنا ثعلب كمان من إنتاجي وإخراجي، كمان كانت راح ري على أطفالنا بغزة. يعني إحنا كفنانين ما بنقدر نعمل، ما بنقدر نكون بالميدان، بس بنقدر نكون بالميدان الفني على الأقل. صحيح. بمواقفنا وبالشيء اللي نقدر نقدمه. فطبعا صار عندي انا ميدان بالبيت يوم الغزو، بيوم اليوم العظيم يعني ابطالنا بغزه عملوا هاي المبادره العظيمه اللي فتح تقريبنا كلياتنا. فاسترجعت الاغنيه وجمعت الفريق عندي بالبيت وكنا متابعين لحظه بلحظه، جددنا الاغنيه وجددنا المشاهد اللي فيها، عملنا كل الاحداثيات الجديده الحديثه اللي عم تنزل بوقتها بنفس اللحظه، ناخذها من ميدان المعركه ونحطها بالاغنيه مشان نواكب الحدث ومشان نكون يعني لحظه بلحظه معهم. وحبيت اني اقول لهم انه انتم الابطال اللي نحن يعني رفعنا راسنا فيكم وانتم رفعتوا راس العرب، فنحن معكم بالشيء اللي بنقدر نقدمه، قلبنا معكم وعقلنا معكم، والله يقويكم والله ينصركم يا رب. امين يا رب. وقدرتي تجددي المشاعر، يمكن المشاعر الوطنيه او المشاعر الانسانيه اللي كلياتنا هلا عم نحس فيها. يعني امبارح وانا قاعده بالبيت في سيارات عن جد صدقا الساعه 1 بالليل او 2 بالليل عم تمرق حاطه اغاني وطنيه لغزه، يمكن لو حاطين اغاني خلينا نقول عاديه كنا حنتضايق، بس لما عم نسمع هاي الاصوات بشوارع دمشق وبكل محافظات سوريا عم يكبر قلبنا انه نحن شعب بدمه هاي القضيه. سوزان الاغاني مؤثره، يعني دائما الاغاني مؤثره، اي موقف هو مؤثر خاصه بهي القضايا الكبيره.
صحيح. خلينا نحكي انه انت تواجدتي ايضا كاول نجمه قامت بتعزيه الشعب بالاحداث الاخيره يلي صارت، شعب حمص طبعا بمصابهم الاخير، ما فينا نقول بس شعب حمص، والشعب السوري واحد كله من الشمال الى الجنوب. فكنتي اول المبادرين. الحمد لله. اكيد اكيد، يعني انا اي شيء انساني بيصير بالعالم بمثلي، ما بالك ببلدي. كانت يعني فاجعة الحقيقة. بدي أعزي أهالي الشهداء وبدي أقول لهم الله يصبر قلبكم، والله بكينا دم، بكينا كثير وتأثرنا كثير، ولهلأ لهلأ ما بننسى. يعني نحن أمهات، يعني حطي حالك محل هدول الأمهات اللي فقدوا أبنائهم أو أزواجهم، أو محل هدول الأولاد اللي فقدوا أهليهم. يعني شيء الحقيقة فوق الوصف، مأساوي كثير. الله يكون معهم ويصبر قلبهم يا رب. آمين يا رب. يعني مشهود لك مواقفك الوطنية ومعروفة بمبادراتك الدائمة يلي بتوقفي فيها بجانب الحق مثل ما منقول بكل الظروف وبكل الحالات. قديش اليوم دور الفنان مهم بنقل صورة الواقع، وقديش مهم أنه ما ياخد صف الحياد وأنه يعبر عن الناس يلي بتحبه ويلي بتدعمه وينقل وجعهم. والله ضروري جدا الفنان يكون موجود بهالمواقف، جدا، لانه الفنان مؤثر وله اطباع كثير وله ناس بتحبه وبتامن فيه. فكلهم لما بيشوفوه هو واقف من وقت الحق او واقفه مع الاحداث هي، فاكيد حيتبعوه وحيوقفوا مثله. فضروري جدا ما يوقف على الحياد. صحيح. يعني مع انه في صمت هائل عم بيكون من كثير فنانين وكثير مؤثرين على السوشيال ميديا، ولكن قررتي انك تحكي وتطلعي عن صمتك. إذا بتتذكري كتبت جملة كثير مهمة وقت أحداث الكلية، إنه بكيت كثير، كتبت كثير، حذفت كثير. الكلام كان أصغر بكثير والخذلان العربي أكبر بكثير. يعني كان هذا الصمت الرهيب اللي حصل للأسف بهي الحادثة. الحقيقة أنا أذاني نفسيا وللأسف مستمر كثير. إنه ليش يعني إحنا بنوقف جنب كل العرب وقت بيصير عندهم مصاب؟ ليش ما حدا وقف معنا؟ يعني ليش ما حدا وقف معنا؟ فتنقهري، بتزعلي، بتحزني. نعم، يعني كتير مهم اليوم الفنان يعبر عن رأيه وينقل صورة الواقع، وكل حدا عنده رسالة خلينا نقول بينقلها للمتابعين بالنسبة له وبينقلها للناس يلي بتحبه ويلي بيأثر فيهم. فشو رسالتك أنت كالنجمة سوزان نجم الدين، رسالتك الخاصة لجمهورك بظل هي الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها جميعا؟ أنا رسالتي مو كنجمة، رسالتي كإنسانة، كوحدة من هدول الناس، انه قديش نحن لازم نوقف جنب بعض، قديش لازم نتعلم من هالحرب ومن كل شيء عم بيصير، ونعرف كيف نحب بعض، كيف نفرح لنجاح بعض، كيف نوقف مع بعضنا بالازمات. اللي ما بيقدر ماديا يكون نفسيا بالكلمه، كلمه اوقات بتسند. فالمحبه هي الاساس بشكل عام، فما بالك بهي المواقف. صحيح، والحياة بدها تستمر يمكن بحلوة وبمرة، وأكيد الأشخاص يلي هن أطفال اليوم أو عم بيكونوا يمكن جزء لا يتجزأ من هي الفاجعة ومن هي المأساة. وأنت مثل ما حكيتي أنت أم، الله يخلي لك أولادك، فاليوم كأم أنت عم بتشوفي يمكن مناظر كتير سيئة، عم تتأثري نفسيا. مثل ما قلتي أنت لست فقط فنانة ولكن أنت إنسانة بالأخير، والدليل هو هذا الموقف يلي عم بتقومي فيه. طبعا مية بالمية إنسانة أولا. فعندك أطفال وعم تتأثري، ولادك عايشين برا خلينا نقول، فاليوم ثقافة أنه نحن نعرف أطفالنا ونعرف الغرب وننقل الصورة الصحيحة بظل صمت المجتمع الدولي قديش مهمة اليوم، لأنه في كتير ناس عم بتعتم على القضية، عم بيصير في دعايات، عم بيصير في ضخ إعلامي هائل ليطلع الباطل على الحق مثل ما عم نقول. فكيف عم بيكون تأثر أطفالك؟ لا، أنا أطفالي انتمائهم سوري مليار بالمية، وإذا بتشوفوا سارة بنتي، يعني هني كانوا ضد السوشيال ميديا بالأول هيك، بس سارة لما دخلت معي شوي بالفن ففتحت حساباتها، وكل مين بيتابعها بيشوف حسها الوطني، الانتماء
الاستماع السوري الكبير والاستماع العربي الكبير اللي عندها. وهي اول ما نزل الاغنيه تبعها تنزل عن فلسطين وعن، فهي الموضوع موضوع تربيه الحقيقه، وهي وحده ما بتقدر يعني، لازم تربيه الام لاطفالها كثير مهم، الاعلام كثير مهم، الثقافه العامه كثير مهمه، كل هاي الاشياء بتضافر مع بعضها لحتى كلها نوصل الصوره الصح. بتدافر قبل الخارج الحقيقه يعني، اول شيء بدك تعلمي اولادك، بدك تعلمي جيل كامل انه كيف ينتمي، كيف يشب بلده، وبالاخير لما بتعلميهم وتربيهم صح هن بينقلوا الصوره الصح لبرا. صحيح 100%. واليوم كل شخص يمكن عنده هاي القضية، هي قضية أشرفة، القضية اللي لازم ننقلها لأطفالنا، لازم نزرعها بكل الأشخاص اللي حوالينا، وأيضا ندافع عنها حتى لو كان فيها ضخ إعلامي ضدنا، وحتى لو كنا عم نحارب بحساباتنا على السوشيال ميديا، أو حتى عم نخسر كتير متابعين وعم نخسر كتير أشخاص حوالينا، أو عقود خلينا نقول كأشخاص مؤثرين أو عندهم جمهور، ولكن القضية يجب أن تنتصر، وما بتنتصر إلا بهي الطريقة أنه نضوي عليها إعلاميا، لأنه دائما الإعلام له دور كتير كبير، وأنت دائما بتكوني بالأشخاص السباقين بتقديم مواقفك الإنسانية، سواء اتجاه بلدك أو حتى اتجاه القضية الفلسطينية وكل القضايا الإنسانية. سوزان باسمك الكبير وإنسانيتك الكبيرة، شكرا كثير لك مدام سوزان على هالإضافة الحلوة، ولإنسانيتك الرائعة يلي هيك أظهرتيها، ودائما بتكوني سباقة بالمواقف الإنسانية سواء باتجاه سوريا أو اتجاه كل القضايا الإنسانية والعربية. شكرا كثير لك. والله هذا واجب، وأقل شيء بنعمله يا ريت فينا نساهم بشكل أكبر بكثير من هيك، ولكن كل إنسان على قد ما بيقدر يعمل بيعمل، والله ينصر أطفالنا بفلسطين. حقيقة المشاهد اللي عم نشوفها مؤذية جدا، ويعني الله ينصرهم ويحميهم يا رب دخيلك، ونحن قلبا وقالبا معهم أكيد. شكرا كثير لكم. آمين يا رب، إن شاء الله تنتصر هاي القضية، والله يحمي الأبطال والأطفال والنساء وكل الأشخاص يلي واقعين تحت الاعتداء الإسرائيلي. يسعد مساك يا، وشكرا كثير لك. هي نجمة فلسطينية الهوية سورية الهوى، عاشت بحارات الشام، فعشقت ليمونة وياسمينة، وحنينة الدائم كان لبلدها فلسطين. صفاء سلطان النجمة المتعددة المواهب، راقية مثقفة، أحبت سوريا وسكنت فيها وعشقت فلسطين، فسكنت روحها وتغنت فيها وغنت لفلسطين بلادي، واليوم صارت معنا عبر الهاتف لتحكي لنا أكثر عن هي الأغنية وعن رأيها بالأحداث الأخيرة يلي عم بتصير بفلسطين الحبيبة. صفاء سلطان مساء الخير. مساء الخير. يا اهلا وسهلا فيكي، خليني بلش معك واقول لك يسعد مساكي خيتا. الله يسعدك يا رب حبيبه قلبي. شو رايك بالشيء اللي عم بيصير هلا بالاحداث الاخيره؟ اول شيء الاحداث الاخيره هي احداث بتقدر تقولي مشرفه، بترفع الراس، بتفش القلب. انا يوم اللي صارت عمليه طوفان الاقصى كنت عم نط من الفرحه. بعرف انه رح تكون خسائر فادحه، بعرف انه رح نخسر كثير من أهلنا في الداخل في فلسطين، ولكن بنفس الوقت ورح نخسر خسارات مادية كثيرة كثير، لأنه حكون رد الفعل كثير قوي، ولكن لمجرد الفعل الرجولي اللي صار لحاله كان بيرفع الراس بيخلي الواحد يتنفس، لأنه كل الوقت ونحن عم ننضرب 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 وساكتين وسط صمت عربي فظيع قاتل الحقيقة 100%. فاليوم لما أنا شوف طوفان الأقصى وشوف رجالنا شبابنا اللي كانوا أطفال حجارة حقيقة، وهلا صاروا رجال كبار ينزلوا في ظليات بمعدات بسيطة جدا، ويطيقوهم من نومهم على الأسر، ويطيقوهم من نومهم على الضرب والقتل، هذا لحاله بخليكي بقمة سعادتك، بيرفع هرمون السعادة للسماء. صحيح، نحن دائما بنشوف صورة الطفل الفلسطيني اللي معه حجرة واقف بوش دبابة، اليوم كبروا هدول الأطفال
وصاروا مقاومين وصاروا أشخاص عم بيدافعوا عن قضيتهم وعم يحاولوا أنهم يستردوا شيء من حقهم وشيء من أرضهم. يمكن الشيء اللي صار عم تدعمه الناس بقلوبة، ولكن الدعم الدولي للأسف عم بيكون لقضية الشخص يلي متعود أنه يظلم الآخرين ويسرق أرضهم. تعودنا على الخذلان للأسف، تعودنا على الخذلان. الداخل الفلسطيني دائما هو من يعتمد على نفسه في حل مشاكله. الداخل الفلسطيني دائما هم بيحرروا اي منطقه تحتل بايديهم. سابقا شفنا جنين، وسابقا شفنا البوابات الحديديه انحطت على الاقصى، كيف اولاد فلسطين نفسهم هم بيشالوها. فهذا شيء تعودنا عليه نحن، ما يعني في فلسطين انا بعرف انه رجال فلسطين هن اللي قادرين فقط على حل مشاكلهم. عن يعني جد 100%. يعني اليوم المسعفين ما عم يسلموا، الصحفيين، المؤثرين، كل الاشخاص، الاطفال، النساء. فاليوم قديش دورنا نحن كمؤثرين، خلينا نقول، او عالم بابليك فيجرز، انه ننشر هاي الافكار ونشارك هاي الوجع. ما قدرنا نعمل شيء، ما قدرنا نعمل شيء سوى انه الدعاء لهم، اوكي، والصلاه والدعاء لهم، وبنفس الوقت ان احنا نحسسهم انه نحن موجودين معكم، نقويهم، نقوي عزيمتهم انه نحن معكم. يعني اذا ما قدرنا نكون بايدينا وبسلاحنا وبقواتنا و الى اخره، على الاقل بروحنا انه نحن موجودين معكم بروحنا. موجعه، موجعه جدا، موجعه جدا. ولكن فعليا لا حول ولا قوه الا بالله. يعني فعليا هيك عم نقول كل الوقت. صحيح. صدقيني اليوم لما عم نتواصل مع حدا موجود بالأراضي الفلسطينية عم ننصدم إنه هن، يعني هن عندهم معنويات وقوة قلب وشجاعة أكثر منا بكثير. نحن قلبنا عم يوجعنا. عاشوا كل عمرهم ضمن هذا الحصار. الطفل اللي كان عمره سنة عاش 20 سنة تحت الحصار في غزة. يعني هلا هو شاب عمره 20 سنة، أوكي، في حصار غزة. شو تتوقعي منه؟ تتوقعي منه إنه هذا طفل عاش نام على اصوات الصواريخ والضرب والقتل والتشنيع والول الى اخره، ومحبوس ضمن سجن كبير، يعني سجن مفتوح. فهو هلا عم بيقول ايه ما عليه. انا شفت احد الفيديوهات عم بيقول انه استشهد اخوه قدامه وقاعد مبسوط عم يتغنى بصوت الصاروخ اللي جاي من كتائب القسام باتجاه الاسرائيليه. يكفينا شرفا انه راكبين نازحين في المطارات، يكفينا شرفا انهم عم يتخبوا مثل الجرادين. يعني كفينا كل شيء عايشونا اياه، نحن عم بعيشوا بساعات قليله جدا. صحيح. وقام المجتمع الدولي ما شاء الله. نحن عم بعيشوا بساعات قليله جدا. صحيح. يعني قامت الدول العالميه وصارت تقول مجازر وقصص والى اخره، وتعاطفت مع الجلاد ضد الضحيه. والنكته بالموضوع انه لما بيطلع رئيس لدوله عظمى مثل امريكا وبيقول اغتصاب النساء، وبيقول انه التشنيع بالرهائن، وبيقولوا مدري شو، وهذا الشيء كله ابدا ما له موجود. ونحن ما نسينا صبره وشتيله وطنطوره، ويعني جرائم الاحتلال والمجازر. نعم. انا سميته لقب كثير بيليق عليه، رئيس الكذب الدولي، اللي هو بايدن، اللي توقعنا منه خيرا لما انتخب. توقعنا انه يكون على الاقل ينشر السلام، على الاقل انه يكون في حقوق الفلسطينيين. يبدو انه تجاهل كل هذا الموضوع، ويدعم دعما كاملا اسرائيل، ويمنع تدخل اي دوله عربيه بان تدعم فلسطين. وهذا الشيء مرفوض، هذا الشيء مرفوض. واكبر دليل يعني الله محيي سوريا، الله محيي لبنان، اللي ما سكتت ولا صمتت ولا استنت ولا ردت عليه ولا عبرته كله على بعض وكانه ليس موجودا. بنفس الوقت انه اسرائيل ما عندها يعني اول شيء ما عندها رادع انساني ابدا، ما عندها رادع ديني. هي الارض ارضنا. لما صحيح. انت بدك تقول كرئيس لدوله عظمى داعم لاسرائيل انه ما يقوم به هي عمليات ارهابيه وهي عمليات داعشيه وهي عمليات، انت عن مين عم تحكي؟ انت عم تحكي عن بلد عن اصحاب الارض، محتلين ارض. كيف انت عم تعطيهم الحق باي شيء بالكون؟ كيف انت عم تعطيهم الحق باي شيء بالكون؟ واذا كثير بحب القضيه تبعهم يعطيهم من ارضه. ارضنا، هاي ارضنا وبلدنا وبيوتنا وبحرنا وجبلنا وكل شيء إلنا. صحيح. هدول الناس محتلينه، انت كيف عم تعطيهم الحق؟ انت مين انت؟ انت عم تتدخل؟ انت دوله مستقله لحالك، ما لك علاقه. وهدول ما لهم دوله، هدول ما لهم دوله، خذهم حطهم عندك. شو بتتحملهم؟ حطهم بالاراضي الامريكيه الكبيره الثالثه الواسعه اللي ما فيها حدا، اللي فيها بس كلاب. حطهم هنيك يعملوا دوله لحالهم.
يسميها اسرائيل وعاصمتها القديمه. صحيح، برافو عليك، يعني حكي رائع. صار كان الموضوع موضوع حائط وهيكل، اوكي؟ الان صار الحائط والهيكل امريكي وبريطاني ويهودي واسرائيلي و... نعم. لا، كبر الموضوع، صار اكبر بكثير، صار واضح من صنع دوله اسرائيل. دول عظمى للاسف عم بتصف معهم، يمكن لمصالح اقتصاديه، وطبعا طبعا دائما وابدا رب العالمين اعظم، وانا معهم قلبا وقالبا، بداوا فليستمروا، وهي ارضنا ونحن الاحق فيها. الله محيي اصل الدول العربيه اللي تدخلت، سواء قالت انه هي مع فلسطين وانسانيا، خلينا نقول بالمساعدات الانسانيه، والله محيي لبنان وسوريا يلي ردت عليهم وما سألت على حد. صحيح، وبنتمنى كل الدول العربيه تكون على هاد، خلينا نقول مثل ما ربينا على الاغاني الوطنيه، تكون على هاد الوعد. لا حبيبتي رغد، معلش انا اسفه اني اقول لك، امنيتك هي صعبه جدا. صعبه طبعا، هي الحلم العربي. مستحيله، او بالاحرى مستحيله، واسبابهم بتخصهم الهم، ولكن بالنهايه يكفي انه نحن الناس اللي عم تدخل جوا عم تقول الله اكبر، الناس اللي عم تدخل جوا عم تقول لا اله الا الله، الشهداء اللي عم تطلع عم تقول هذا عريس، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. تمام؟ صحيح. نحن واجبنا كفنانين ان نحن نوقف معهم قلبا وقالبا، سواء نحن نقول اغنيه، سواء نحن نقول قصيده شعر، سواء نحن نطلع لايفات ونشجع، يعني سواء نحن نتابع اخبارهم، سواء نحن نعلق، انا بعلق على كل اللايفات اللي بتطلع، سواء ناطق من عندهم او انا بعلق له، لاني بعرف انه هن قاعدين عم بيتابعوا، هذا ادرعائي، هذا بطلع قال بالتيك توك شاف الاخ انه الفلسطينيه شو جيش الصهيوني كامل عم تتابع تيك توك. نعم، المتحدث باسم يعني الجيش الصهيوني. نعم، يعني استخباراتك قاعده على التيك توك يا بابا، شو هاد؟ مو بس هيك صفاء، اليوم عم بيتابعوا مؤثرين بقلب غزة، في أشخاص عندهم كاميرات عم بيصوروا بشكل يومي توثيق للأحداث اللي عم بتصير، الأشخاص من قبل قطاع غزة اللي عم بيعملوا لهم فولو لهدول الأشخاص، عم يتهددوا ويندق لهم من برايفت نمبر على أرقامهم، ويتهددوا بقصف وإخلاء بيوتهم. تخيلي لأي درجة هن متابعين السوشيال ميديا، الانستغرام والتيك توك والفيسبوك. إذا دورنا نحن المؤثرين اللي قاعدين برا، لهي الرسالة كل المؤثرين اللي عم بيطلع يورجينا موضة السنة، يورجينا شوفوا النافورة وشوفوا هالمرجوحة، يطلع ويحكي ويقول، كونه هو مؤثر، كونه هو مؤثر، بدل ما يورجينا شو عم ياكل شو عم يشرب وين راح وين اجى، يورجينا بقى يحكي بطريقة صح، يحكي كلام يسند فيه هذا الشباب اللي قاعد في الداخل، يرفع من معنوياته على الأقل، بدل ما قاعد عم يرقص ويتصحق ويورجينا صور مؤخرا شو عم يعمل. صحيح، يعني حكيك أصاب القلب، وإن شاء الله يصيب الضمائر والأشخاص يلي عم تسمع وقاعدة أخذة صف الحياد أو الصمت. صفاء، أنت دائما كبيرة بمواقفك، لما نكون نحن بينات بعضنا، أو قوة متوازنة، يعني لما تكون القضية ند بالند، أما لما نكون نحن مستغلين ومستضعفين. عدو لكل الكرة الأرضية، فرقونا وحاربونا وخربوا بيوتنا اقتصاديا ونفسيا ومعنويا، خربوا الشرق الاوسط كامل، سياسه قالوا نحن يعلمون حبيبتي هذا الخط، خطين الزرق انه هن بدهم يحكموا من الفرات الى النيل. صحيح، بين النهرين. نحن ما عم نواجه عدو تبع بلد، نحن عم نواجه عدو لكل الوطن العربي، لكل الوطن العربي بمختلف دياناته، عم نواجه فكرة التهجير من الأوطان وسرقة الهوية واغتصاب الأراضي والقضية وتشويه الواقع بدعايات وبروباغندا مدعومة من دول كبيرة للأسف ضمن مصالحها الشخصية. صفاء، دائما مواقفك رائعة ووطنية، ويعني في امتياز دائما بالوطنية لإلك. رغد يا عمري، انت عرفتي عني اني انا هويتي فلسطينية؟ لا، انا جنسيتي أردنية واصولي من فلسطين، من جنين. نعم. البلد التي افتخر بها، اللي حرر المخيم تبعها اولادها، رفعت راسي فيهم للسماء. انا الي اولاد عم كثير استشهدوا في هذه البلاد، فانا بالنسبه لي الحرب تعنيني بشكل كثير كبير، لانه الي اولاد عم في الداخل،
استشهد كثير منهم من آل الجوابرة. الله يرحمهم يا رب. فأنا أردنية الجنسية. صح، نحن عم نقول افتحوا لنا المعابر، افتحوا لنا الجسور، افتحوا لنا للشباب الأردني لحتى يروح يقاتل، أو الشباب العربي كافة يروح يقاتل. ولكن أنا بعرف وبعرف قد إيه رؤسائنا وحكامنا مسؤولين عن هذا الموضوع، حفاظا على أرواحنا، لأنه العدو ما له سهل. العدو عم يتساعد من قبل أكبر دولة في العالم، خلينا نقول حربيا، مجهزة حربيا وأسطولة بالبحر المتوسط. فبالتالي نحن، أنا بعرف، كان نقول لكل الشباب العربي إنه مو تقاعس منا نحن كدول عربية ما عم تفتح الأبواب للشباب، وإنما هو حرصا عليهم. ولكن يعني أنا ما بعرف، وما بنيت حيلة، دائما بحلم إنه نحن كعرب كلياتنا نحط إيدنا بإيد بعض. والله راس مالهم ساعتين بيكونوا خالصين، والله والله العظيم، والله العظيم راس مالهم ساعتين بيكونوا خالصين، ما عاد في شيء اسمه إسرائيلي على وجه الأرض. صحيح، لأنه ما عندهم انتماء. والدليل المطار يلي كان يعج بالمسافرين بأول ضربة رصاص، خلينا نقول نحن ضلينا متمسكين بوطننا وببلدنا قد ما صار فيها أحداث. ولا وطنهم ولا رح يتشبثوا فيه. هو شيء اختلقه، كذبة كبيرة اختلقته الدول لحتى تقسمنا، ولكن طالما في ناس شرفاء بيفكروا بنفس الطريقة اللي بتفكري فيها، فنحن بألف خير، وإن شاء الله النصر للقضية عائدون دائما بإذن الله. عائدون إن شاء الله بأيدي عربية 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 بإذن الله تعالى. إن شاء الله. شكرا كثير لك صفاء على الحكي الرائع، والرحمة لكل الشهداء والشفاء للجرحى. أنا والله من جوا عم بغلي غليان، يشهد الله ما عم بقدر أترك التليفون كل الوقت وأنا قاعدة بس عم تابع الأخبار وعم صور، واثناء التصوير بين البريك والبريك كل شوي بصرخ بقول انا دمي فلسطيني يعني. صح. على الرغم من انه يعني والحمد لله اليوم حتى انا شفت انه في مسيرات مؤيده لفلسطين، رافع اعلام فلسطين بكل دمشق، جامعه دمشق رافعين نعم. علم فلسطيني، واغنيتي انا فلسطين بلادي كانت عم تترددها الشباب والصبايا. فهذا شرف كبير لإلي، شرف كبير لإلي انه انا اقدر اثر ولو بجزء جدا بسيط. الحمد لله رب العالمين. الله يكثر من امثالي انا لحتى يكون في على الاقل دافع معنوي للداخل الفلسطيني، نحن نكون معهم قلبا وقالبا. ولكن اللي مو طالع بايدنا شيء للاسف الشديد. تفضلي يعني صفاء، الناس عم تسمعك اذا بتحبي تغني مقطع من الاغنيه. فلسطين بلادي يا عزي وامجادي، شهادة ميلادي كوفيتي بيتي وعنواني، فلسطين تصرى والمهرة السمرة، أمها من يافا يمها وأبوها كنعاني، حيوا حيوا حيوها حيوها فلسطين. والله الله حي هالصوت وهالشعور القومي والإنساني اللي كتير كبير صفاء. شكرا كتير لك، وبالتوفيق بأعمالك الفنية، وطبعا بانتظار كل جديدك. شكرا كتير لك، يعطيك ألف عافية. شكرا يا حبيبة قلبي. شكرا. لا تروحوا لبعيد، حلقتنا فيها لكتير من الأحداث والمواضيع المهمة. فاصل ورح نرجع. نجمة جميلة قلبا وقالبا عبرت عن حزنها الكبير لما حدث بالكلية الحربية بحمص وموقفها الداعم لفيضان الأقصى أو طوفان الأقصى. جيني إسبر يلي صارت معنا عبر الهاتف. يسعد مساكي والعمر لإلك برحيل شهدائنا بسوريا وطبعا بفلسطين. أهلا وسهلا فيكي رغد، والعمر إلنا كلياتنا. بالنهاية شهدائنا هن بالسماء، الله يرحمهم ويكون مع أهاليهم، قلبي معهم أكيد. آمين يا رب. جيني، أنت اليوم من الأشخاص يلي بادروا بدعمهم للقضية الفلسطينية، مع أنه في كتير فنانين التزموا الصمت أو أخذوا الحياد مثل ما منقول، ودعوا بالسلام على مستوى العالم بغض النظر الحق مع مين والباطل مع مين. فأنت اليوم قدرتي تأخذي هاي الخطوة، خلينا نقول جيني إسبر عبرت عن رأيها، ليش؟ هلأ ليكي، أول شيء كل إنسان له رأيه، يعني ما فينا نحن نجور على الكل يعني. بس أنا بقول من ناحية أنا دائما بتصرف بشيء اللي أنا بحسه وبشعره،
وبحس دائما الصدق والحقيقه نحن ما لازم نسكت عنهم، لازم دائما نحن نطالب بحقنا، لانه اذا ما طالبنا بحقنا حقنا حيروح. وانا بتصور خاصه بقضيه الطوفان الاقصى، بتصور صار وقت انه نحن كلنا نكون ايد واحده وكلياتنا نطالب بحقنا، ومهما طال المطال مثل ما بيقولوا والظلم او الظلم الا ما يرجع الحق لاصحابه. بس اكيد نحن لازم نكون ايد واحده وكلياتنا نحكي بصوت واحد ونطالب بمطالبنا، لانه هذا حقنا. جاني اليوم في كثير اشخاص بتتابعكم على السوشيال ميديا كفنانين مؤثرين، لكم جمهور بحبكم، لكم جمهور بيصدقكم، يمكن بيصدق اعمالكم الدراميه وبيصدق تفاصيل حياتكم اليوميه وبيصدق القضايا يلي انتم بتدافعوا عنها. قديش اليوم مهم انه الفنان العربي يلي عنده جمهور بظل كل هي التغطيه على القصص اللي عم بتصير بغزه، لانه في كتم اصوات مثل ما بنعرف، في عالم عم تتحارب انها عم تنقل الصوره وعم تتبلك حساباتها على الانستغرام. انت ما خفتي من هذا الشيء وعبرتي عن رأيك، قديش مهم دور الفنان اليوم بنقل صورة الواقع؟ هلأ بصراحة يعني كثير مهم دور الفنان، وخاصة بهذا الوضع. يعني نحن اليوم بشكل عام السوشيال ميديا لازم عند الفنان تكون موجهة بشكل صح، يعني مو مجرد هو أنه استعراض لحياته الشخصية أو مجرد يعني صور حلوة كيف واحد بعيش اليوم. يا نحن منوجه السوشيال ميديا بطريقة هادفة، يا منوجه السوشيال ميديا بطريقة اليوم بصراحة بتسيء لبعض، لأنه اليوم في كتير أسماء، ما بدي أقول مين، إن كان ممثلين ولا بلوجرية، ممكن يعطوا صورة عن حياة وردية بيعيشوها، فهذا الشيء كمان بينعكس بطريقة سلبية بظل الوضع الصعب اللي نحن عم نعيشه. يعني فاليوم نحن لازم نكون كثير يعني نقيم موضوع الصورة أو الكلام أو صحيح. أي شيء عم تنزل على السوشيال ميديا، لحتى ما يكون له يعني شيء معاكس أو شيء سيء، ردة فعل سيئة للناس. صحيح، يعني للأسف عم نضطر إن نشوف هاي الصور ونشارك هاي الفيديوهات، عم نشوف قصص مؤلمة لكثير من الأشخاص، مثل ما صار عندنا من فترة بقصة الكلية الحربية وصار في حداد لمدة 3 أيام طبعاً، ونكست الإعلام بالجمهورية العربية السورية. جاني عبرتي عن رأيك بكل صراحة ووقفتي مع أسر الشهداء وحكيتي شيء يمكن على أحد المنصات صار ترند على السوشيال ميديا. اليوم في أشخاص بتتهم الفنانين أنه هن بعاد عن الواقع، ما عم بيشوفوا الواقع، ما عم بيحسوا بالناس، ما عم يقدروا يعيشوا، ولكن أنت مثال مختلف عن هدول الفنانين، عم تقدري تعطي رأيك وتوقفي بجنب بلدك. جني، شو السبب اللي بخليك دائما بكل موقف من هاي المواقف تعطي رأيك بكل حيادية وتكوني إنسانة قبل ما تكوني فنانة إلى اعتبارات الخاصة مع شركات الإنتاج أو مع البراندات أو مع السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي؟ تسلمي. هلأ ليكي، أنا بطبع إنسان صريح وما فيني أسكت على الحق، وطالما أنا شخص عايشة بهذا البلد وكنت بهذا البلد من بداية المعاناة والأزمة لليوم أنا بقلب هالبلد وعايشة مع هالناس، فما فيني أن أكون جزء مختلف عنهم أو أعيش بمكان أو بمثل ما بيقولوا بقوقعة مختلفة تماماً. فأنا جزء من هاي الناس، أنا معاناتي من معاناتهم، وقت بشوف بلدي عم يتوجع أكيد أنا جزء من هذا البلد، جزء من هالناس، فطبيعي أنا أعبر، طبيعي أنا أحاول قدر الإمكان بإمكانياتي أنه لو ساهم بجزء صغير لحتى نحاول كلياتنا نطلع من هاي الأزمة، من هذا الواقع، الواقع المؤلم السيء والصعب على كل المنطقة. وأنا دائما بدعي أنه نحن إذا ما كنا كلياتنا سوا وما كنا إيد واحدة، إن كنا بسوريا ولا لبنان ولا فلسطين ولا كل الدول العربية المجاورة، إذا ما كنا إيد واحدة وحكينا بكلمة واحدة فبالنهاية ما رح تكون نتيجة صح. فاليوم أنا مبسوطة أنه اليوم كل البلدان منصفة للطوفان الأقصى،
كلهم عم يحكوا بنفس الوضع بالأخص الشعوب بصراحة، بغض النظر عن سياسات بعض الدول، ولكن الشعوب تؤيد طبعا. نحن الشيء اللي اليوم عم صار. نحكي عن الشعوب، نحن اليوم اصلا مين عم بيعاني؟ هو عم بتعاني، عم يعاني الشعب وعم يتألم الشعب. فاليوم كلياتنا يعني نقول بكفي، بكفي وجع وألم، وبكفي في أجيال كبرت بغزة بألم ووجع، وكلياتنا عم نتوجع من هذا الشيء، أكيد كلياتنا مثل ما بنقول عم نعيش معاناة، مو بس بفلسطين وبسوريا وبلبنان، فكلياتنا بهاي المنطقة لازم نكون إيد وحدة لحتى نوقف هذا النزيف. ونحن صحيح، قادرين، نحن قادرين، نحن قادرين، وقت وان نكون شاء إيد الله وحدة نقدر نطلع من هي الغيمة السوداء بالمنطقة، يعني بالميدل ايست كله. إن شاء هي الله. الانتهاكات للاحتلال والقصص اللي بتصير والشهداء، ويمكن يعني المشاكل والكوارث المتتالية عم بتسبب أزمات عند الأشخاص الكبار قبل الصغار. أنت اليوم أم، عندك بنوتة وعم تربيها بهي الظروف الصعبة، الله يخلي لك اياها يا رب، الله فأكيد يخليك. هي عم بتكون جزء من الواقع، ما بتقدري تفصليها 100%، أكيد عم تسمع أخبار سواء بالمدرسة سواء إذا كانت قاعدة جنبك وأنت عم تحضري أخبار. فاليوم قديش أثر هي الأحداث عم بيكون على الأطفال وعلى بنتك جيني؟ هلا أكيد أنا قدر الإمكان بحاول، لأنه ما كثير يعني عايشة، بتعرفي لساتها صغيرة يعني بعد عمر 10 سنين، بحاول قدر الإمكان بعد عن موضوع السياسة والمشاكل والواقع. بس بنفس الوقت مثل ما قلتي، أنا ما فيني يعني ما فينا تكون بمكان تاني، يعني وهي عايشة هون ببلدنا بسوريا. بس أكيد يعني أكيد أنا بوعية، بقول إنه شوفي ماما قديش في أطفال عم بيعانوا، قديش في أطفال خسروا أهاليهم، عايشين بلا بيت، راحت بيوتهم. يعني بحس يعني أنا بحاول قدر الإمكان كبر الإنسانية اللي جواتها، يعني صحيح. هذا الشيء مهم. نحن بأطفال نزرع الإنسانية ونكبرها، ونزرع العاطفة تجاه بعضنا، هيدا أهم شيء أنا بحس. يعني حتى بس يكبروا يكونوا إنسانيين. وجيني يعني ما ضل غير قلك إنه شكرا للإنسانة اللي جواتك قبل الفنانة الجميلة المتألقة يلي تسلمي. دائما نحن بننطر منها كل جديد وبننطر أعمالها. ما حكينا دراما اليوم وما حكينا بهي القصص، أكيد رح بيكون في إلنا لقاءات إن شاء قادمة، الله يا رب. ولكن أكيد الحدث والمصاب الجلل يلي نحن فيه يمكن أكبر بكتير من أي طبعا. شيء تاني من أعمالنا ومن قصصنا اليومية ومن الواقع. لهيك بدي أتشكرك كتير على الكلام الحلو وعلى دعمك دائما لقضية الشرفاء وللقصص المهمة بالمجتمع السوري ولحسك الإنسانية اللي بخلي الناس تحس أنه الفنان لا يمكن أنه ينفصل عن الواقع وعن المجازر، وأنه منصات التواصل الاجتماعي اليوم هي معبر لنا لحتى نعبر عن القصص اللي عم نعاني منها. شكرا كتير لك. شكرا لكم، وان شاء الله يا رب غيمه وبتمروا، ويكون عن جد في انتصار حقيقي. إن شاء شكرا الله، إن لكم. شاء الله، ميرسي. شكرا شكرا كثير لك ويسعد مساكي. لحد اليوم والشعب كله عم بيوقف وقفات تضامنية مع فلسطين الحبيبة، طلاب وشخصيات مجتمعية وسياسية وحتى النجوم كان لهم رأي بهي الأحداث. لهيك صارت معنا عبر الهاتف النجمة الجميلة واللطيفة والقريبة لقلوب كتار فايا يونان لحتى تخبرنا رأيها بهي الأحداث يلي عم بتصير. مساء الخير فايا. مساء الخير رغد، يعطيكم العافية. الله يعافيك يا بس بدي أقول أنه يعني كل التعازي لكل الشهداء بغزة الحبيبة، وأكيد كل فلسطين، وهي قضيتنا يعني مش من اليوم، مش من أحداث اليوم، ربينا عليها ويعني تناقلناها عبر الأجيال، فأكيد فلسطين هي قضيتنا كلنا. أكيد فايا، وأنت يعني نحن نشهد لك بالأغاني الوطنية اللي قدمتيها يمكن بمسيرتك الفنية، مع أنه اليوم الفنانين عم يتحاربوا بهاي القصص، عم يتحاربوا برأيهم أو أنه ما أخذوا صف الحياد. فاليوم فايا يونان طلعت وعبرت عن رأيها
السياسي وعن رأيها الإنساني قبل ما يكون سياسي، وقفت بجانب المظلوم ضد الظالم، مع أنه المجتمع الدولي اليوم للأسف عم يجلد الضحية. فاي اليوم أنت عندك سوشيال ميديا، عندك جمهور بيتابعك، قديش مهم أثر الفنان على هدول الأشخاص لحتى يوضح الصورة وينقل الواقع؟ جدا جدا مهم. ولكن انت قلتي الكلمه، يعني قلتي الحياد. انا بحس بموضوع فلسطين ما في مجال للحياد، لانه هي معنا اختلاف يعني راي، او هي قضيه، يعني هي منطقيا في احتلال يعني، وبكل شعوب العالم، ان كان بجنوب افريقيا ولا بامريكا الجنوبيه، كل العالم مش بس بالشرق الاوسط، لما يكون في احتلال او مستعمر في ظلم، في خلل بالقوى. فلما في خلل بالقوى والطرفين ما هم متساويين، في حدا مغتصب للأرض وفي حدا صاحب الأرض، كيف بيحكوا عن السلام؟ يعني أنا اليوم عندي سؤال للي قاعد عم يحكي إنه لا الحل هو السلام، أوكي، بس إنه أنت تماماً. ما في سلام بدون أمان. يعني لما في شعب كامل عم يضطهد كل يوم، نحن يمكن بنسمع، يعني يمكن بتصير القضية أو بتصير الأحداث بفلسطين دائما كل فترة بنسمع أكثر عنها، بس إنه كل يوم وعندي كثير أصدقاء بشكل يومي، وكثير بسمع قصص إنه كل يوم بيتعرضوا، يعني بكفي الذل على الحواجز بس لأنه أنت فلسطيني. هذا شيء، يعني هذا نظام فصل عنصري، نظام فصل صحيح. عنصري وإبادة عرقية وإبادة جماعية لشعب أكمله. يعني اليوم ما فينا نحكي بالسلام لما الطرفين ما هم متساويين. وأنا بس بدي أقول شغلة، إنه أنا كبرت بالغرب، يعني أنا طلعت من سوريا عمري 11 سنة، عشت بالسويد وصار درست ببريطانيا. اليوم الرواية الغربية والإعلام الغربي، يعني في بروباغندا، يعني من أبشع وأقصى البروباغندات بالعالم. يعني كل نجوم هوليوود حاطين انه هن بيتضامنوا مع الاحتلال. للأسف. طبعا هن ما عم بيقولوا احتلال، هن بيقولوا اسرائيل، بس هيدا شيء كثير خطير. يعني اليوم الراي العام العالمي، وفي للاسف ناس من يعني من العالم العربي عم تتاثر بهاي الروايه. يعني انا اليوم عم بوقف مع القضيه بكل ما اوتيت من قوه. لما بنزل بوستات وستوريات بيجيني ردود او رسائل من ناس بتستغرب. يعني أنا بفهم تجيني هيك رسائل من ناس عايشين برا، مثلا من خدعين بالرواية الغربية، بس إنه اليوم لحتى عم توصل هل بروباغندا وهل تضليل لناس إني عايشين بالعالم العربي بيعرفوا. إنه أنا بس بدي أقول لو سمحتوا روحوا اقروا تاريخ، ما تعتمدوا بس على صورة حدا كاتب أنا مع السلام أنا مع التعايش. اقروا شو صار بال 48، اعرفوا القصة كلها. لأنه سوري انا عم بحكي بدون توقف، بس لانه انا عن جد لا بالعكس، يعني حكيت منطقي وواقعي ويمثل الشيء اللي بقلوبنا. فهي اليوم كل الاشخاص يلي عم بتتابع هاي الاحداث واللي عم بتحس بالفلسطيني فهي انسان، ومثل ما قلتي الحياد ممنوع بهي القضيه، فهي قضيه الشرفاء وقضيه العرب الاولى يلي للاسف اليوم صرنا عم نقول نحن دعاة سلام ونحن كذا. طب دعاة سلام بس نحن في اليوم 2.2 مليون بني آدم عم يقصفوا ويهجروا وتنقطع عنهم الكهرباء والمي والغذاء، وحتى المسعفين والصحفيين والناشطين الحقوقيين ما قدروا انهم ينفدوا من قذائف الاحتلال والصواريخ اللي عم تنزل، خلينا نقول بشكل متواصل على غزة ليل ونهار. فاليوم دوركم كفنانين انكم تنقلوا الصورة بغض النظر عن شو بده يقول المجتمع الدولي او مين بتدعم اليوم الشركات المنتجة، او خلينا نقول شركات الدعايات اللي بتنحاز احيانا لصف المحتل. للأسف اليوم الفنان العربي عم يتأثر بهاي البروباغندا مثل ما قلتي، فعم ياخذ صف الحياد وعم بيسود الصمت بالنسبة للوطن العربي. فدوركم كفنانين اليوم قديش مهم، قديش مهم اليوم ننقل هاي الصورة، بالأخص الشيوخ، مثلا شيوخ الدين يلي هن مشاهير يعتبروا لهم منصاتهم، وأيضا الممثلين المغنيين، حتى لاعبي كرة القدم والبلوجرز، وننتهي أيضا بالمؤثرين على السوشيال ميديا. يعني أنا عندي سؤال على البلوجرز، يعني إنه هن بيعتبروا حالهم مؤثرين، مؤثرين بشو بالضبط؟ مؤثرين إذا أنا بدي أشتري نايك ولا أديداس، هذا تأثير مجتمعي عميق. يعني شو هالتأثير إذا هن لما لازم يحكوا ما عم يحكوا؟ يعني وأصلاً ما
يعني هي كلمة بلوجر جاية من بلوج، جاية من البلوج يعني يكون عندك مدونة أو دونة أو تكتبي. اليوم البلوجر كلهم ما حدا بيعرف يكتب يعني مقال عنده تأثير، فخلص ما يحكوا شيء بس يعني ما يقولوا إنه هن مؤثرين، لأنه التأثير ما له بس بالماركات والدعايات والمجتمع الاستهلاكي والرأسمالية. التأثير هو إنه لما يكون في عن جد قضية حق، إنه أنت تحكي الحق وما تخاف. قديش حلو هذا الحكي وقديش صادق وواقعي. يعني انت عم تحكي حكي كثير مهم. انا ما بيهمني اليوم مركز الليزر اللي راحت عليه، ولا شو الكريم اللي عم تستخدمه لوشها والميك اب، وبالاخير الناس هي اللي كبرت هدول العالم وبتتابع يومياتهم للتسليه، ولكن دور المؤثر الحقيقي هلا دوره. صح صح صح. يعني اليوم عم نشوف عن جد حملات، يعني حمله ضخمه من هوليوود بلشت من ثاني يوم، بكل الكل يغير الصور والبروفايلات وكل يعمل. وبالعالم العربي اكيد في كثير ناس عم تحكي، بس لو الكل حكى اكيد 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 احسن. احنا بحاجه لكل صوت انه ما يخاف. انا اليوم بدي اقول انه في ناس يمكن يعني كانت لسه خايفه باول كم يوم، انه خايفه على شغله، خايفه على مصالحها، خايفه يمكن عايشه بمكان ما فيها تحكي، بس انه اليوم كمان it's not too late. يعني نحن اليوم بخامس او سادس يوم، في يعني في لسه ما تاخر الوقت انه تعبر عن رايك. اكيد يعني صحيح. مش انه اذا انت It's never too late يعني، بس انه عن جد يعني اللي 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 مش عم يحكي لانه خايف وهو بيعرف رايه يتشجع ويحكي، واللي ما واللي عن جد يعني مآمن انه او مصدق فكره انه لازم نحن كلنا نتعايش بغض النظر شو، يعمل شويه بحث وشويه ريسيرش ويقرر ويحكي. يعني المهم انه ما حدا يخاف يقول الحق، لانه صحيح. قضيه فلسطين قضيه حق، يعني قضيه ارض، قضيه منطقيه، ما لا قضيه دينيه ولا قضيه جغرافيه. هي قضيه في ناس اصحاب الارض اجوا تهجروا من بيوتهم وبعد 75 سنه عم يضطهدوا كل يوم. يعني هي قضية الشرفاء مثل ما حكيتي فايا، وللأسف في أشخاص ما عم يقدروا يقروا الواقع لأنهم خايفين مثل ما حكينا على هدول القصص، خايفين على سمعتهم، خايفين على البراندز، خايفين على توغل شركات الإنتاج الأجنبية يلي بتخص الدول الداعمة لهدول الفنانين، أو خلينا نقول الأشخاص المؤثرين بإسرائيل يلي عم يستغلوا أي فيديو أي صورة وينشروها على مواقع التواصل الاجتماعي ليقلبوا الحق. كمان في كثير أخبار كذب، يعني ليقلبوا الحق على صاحب القضية وصاحب يعني المعاناة يلي من 48 لحد اليوم هي مستمرة. صح. وفي كمان أخبار كذب من المقلب الاخر، يعني شو بيقولوا بالطرف الاخر، عم يحاولوا يروجوا لاشياء، وفي ناس عم تعمل شير بدون ما تفكر. كمان في شيء اسمه فاكت تشيك، يعني في شيء فيكم تتاكدوا من المعلومات ومن الاخبار والمصادر واللي عم بتصير على الارض، وتشوفوا عن جد مين الطرف اللي معه كل يعني الدول العظمى والقوى العظمى عم تدعم جيش، لا وبرضو يعني برضو عم تدعم مجزرة بحق برضو الإنسانية. نحن لعنا عزيمة أكثر، لأنه مثل ما نرجع منكرر ومنقول هي قضية حق في أصحاب للأرض. صحيح فايا. يعني اليوم نحن أصلا ببلدان الميدل إيست، تقريبا أغلب البلدان الموجودة فيها أكثر من 18 طائفة، ومثل ما قلتي الصهاينة ليسوا يهود واليهود ليسوا صهاينة، وفي فرق بين الاثنين وهن الموجودين. يعني حتى إذا بيتابع الإنسان دراما أو أفلام بيعرف وبيكتشف أنه في كثير من الأشخاص اليهود ضد حركة الصهيونية والمستوطنات وكل هاي الانتهاكات اللي صارت والمجازر بحقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني. بتكبري القلب انت وحكيك وثقافتك العالية وانتمائك الكتير كبير لبلدك ولقضية الشرفاء. شكرا كتير لإلك فايا، كنت إضافة رائعة لهي الحلقة، وبتمنى كل إنسان شريف يسمع صوتك ويتعلم كيف بحب بلده وكيف بحب القضية. شكرا لإلك. شكرا شكرا لإلكم، يعطيكم العافية. إلا الشرف. حلقتنا لهذا الأسبوع خلصت، إن شاء الله الأسبوع الجاي منلاقيكم بظروف أفضل، ويكون النصر حليف أخوتنا بفلسطين. الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى جميعا. أكيد الأسبوع الجاي مكمل استديو بفقراته وعناوينه وضيوفه المميزين.